يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أجسام. طبعا هذا البرنامج مختص في رياضة كمال الأجسام، مثل ما عودناكم كل يوم معنا ضيف يكون بطل صاحب إنجازات، واليوم راح يكون ضيفنا شخص مميز، راح يكون معانا الحكم الدولي محمد أشكناني. رحب فيك معانا أخوي محمد، شونك؟ خير الله يحفظك. الله يسلمك. أبيك تكلمني بداية عن اتجاهك للتحكيم في رياضة كمال الأجسام. والله من البداية بسم الله الرحمن الرحيم، اتجاه للتحكيم صار ما نبي نقول صدفة، لأن من الأساس أنا بالأساس كنت لاعب كمال أجسام، قضيت فيها تقريبا يمكن لي وقت التحكيم أكثر من 12 سنة أو 13 سنة. صارت بالصدفة الفكرة، يعني الفكرة كنت قاعد أنا ويا مدير المنتخب عبد الله عتيبي أخوي، ف كنا قاعد نتناقش واقفين برا النادي يعني بعد التمرين وكذا، فقلت له قلت له عبد الله، يعني للحين ما عندنا حكام دوليين، يعني للحين ما عندنا حكام رسميين. عشان يقول لي صح، قلت له يعني عندنا منتخب صار مشكلينه تقريبا الحين ثاني سنه عندنا منتخب، عندنا انجازات، ليش ما عندنا حكام؟ يعني قاعد نطلع نسافر نشوف مثلا كل منتخب معاه 3-4 حكام دوليين، فاحنا ما عندنا حكام. شو يقول لي وش الحل؟ قلت له ما ادري، بس انا بخاطري ادش المجال هذا، يعني بخاطري ادش مجال التحكيم. فقال ماكو مشكله، فطلعنا من النادي دخلنا مره ثانيه داخل، فقعدنا ويا استاذ بدر بودي. فقلت له ابو فيصل يعني عندي الموضوع 1-2-3، عشان يقول لي انت شايف تقدر، يعني تقدر تكمل بهالمكان هذا؟ قلت له اجرب نبلش فيها يعني على قولتهم من الصفر. عشان يقول لي توكل على الله. خذيت دورات بالبدايه، خذت دورة وثنتين، حصلت فيها على كرت محلي إني أنا تسمح لي إني أنا أحكم بالكويت. استأنست على الوضع، عرفت، حسيت إنه يعني بخاطري، يعني حبيت حبيت الشغلة. لأن من الأساس يعني قبل هالسنوات اللي فاتت هذه كلها يعني أحضر بطولات، أتابع عن بالأونلاين على الإنترنت، أتابع بالمجلات، يعني أنا أحب إني أفصل وأفرق بين اللاعبين، يعني كشغلة يعني تحتاج خبره مع الوقت كفن يمكن محمد اكثر ما تكون كلعبه. احنا نشوف ترى هي حال فنون الاخرى، يعني مثل الرسم غيره، نحت انا اعتبره نحت. انا قلت لك هي تحتاج شخص يميز، يعني تحتاج عين، يمكن اسميها انا عين نظيفه. عرفت، انا دائما اقول عين صقر. اي يعني هي تحتاج عين نظيفه، عين تشوف الشيء الجميل، لان اللعبه تعتمد على الجماليه بالاساس، اللعبه تعتمد على الجماليه. فبلشت السالفه وياي من هني. كانت اقرب بطوله عندنا تقريبا ارند كلاسيك اللي كانت باسبانيا 2011. حضرت البطوله وكنا رايحين مع احمد عسكر واشكناني والشطي، احضروا وكنت قاعد انا على، يعني حطيت نفسي باختبار بروحي وانا قاعد على المدرج. رحت وياهم كمشارك من التحكيم او رايح وياهم كاداري؟ انا الحين كان عندي الكرنيه المحلي، بس رايح كاداري وياهم. فقعدت على المدرج، قعدت احاول اني انا افصل اللاعبين، عرفت، يعني شغل سريع يعني بالنظر، بس يعني حتى لو ورقه ولا قلم، يعني مثلا فلان طلعت بالتوتل، كان يعني النتيجه تقريبا بالنسبه لي انا يمكن كانت 85% حلوه. بعدها بشهر كانت بطوله العالم بالهند 2011، حضرت البطوله وخذيت الاذن منهم اني انا اقدم اختبار عندهم، وافقوا وقدمنا الاختبار. تقريبا كنا 15 مختبر، بس طبعا من الكويت انت بس؟ من الكويت الوحيد انا كنت. 15 مختبر وكلهم كانوا كبار بالعمر، يعني انت قاعد تتكلم عاده اللي يتجهون للتحكيم تلاقي يمكن من 40 وفوق، يمكن بس السنوات اللي فاتت هذه تلاقي مثلا 34 35، ف من ال 40 وفوق يتجهون للتحكيم، فكانوا اللي قاعدين كلهم كبار، يعني ناس لهم تاريخ باللعبه. اللي قال لاعب انت، انا افتكر انت اصغر حكم دولي يمكن. فضل من رب العالمين انا اول حكم دولي كويتي واصغر حكم دولي كويتي وعربي واسيوي لحد الحين. الحمد لله رب العالمين. فاختبرت، كانت مجازفة، فضل من رب العالمين اللي طاف الاختبار 2 من 15، فكنت أنا واحد منهم. بعد البطولة، بعد بطولة العالم 2011 جتنا على بطولة الألعاب العربية 2011، نهاية 2011 كانت بقطر بالدوحة، فهني كانت أول بداية فعلية لي أني أنا أقعد على الكرسي أكون كحكم رسمي، أني أحكم في مجال التحكيم. قول أنت متى كانت بدايتك؟ كانت يعني بلشت تحكيم خلاص، أنت الحين محمد حكم، وأن أنت بلشت أول بطولة لك أن أنت تحكم فيها رسمياً دولية. دولياً رسمي 2011 بطولة الألعاب العربية هذه اللي بلشت فيها، هذه أول بطولة رسمية.
زين، شنو البطولات اللي حكمت فيها طبعا دوليا او محليا على المستويين محلي ودولي؟ محليا عندنا بالكويت هنا ما حكمت، يعني محليا من استلمت الكره الدولي كنت يعني صار مكاني كرئيس لجنه حكام، اني انا اتابع الحكام، اوزع لهم اوراقهم، اضبط امورهم، واكون انا يعني اهم كرئيس لجنه حكام اني انا اتخذ القرارات النهائيه، وهم اكون بالاحصاء. كونك كرئيس لجنه حكام، هل تشوف الشيء طبعا فرق بينه وبين الحكم يعني في قراراته، او ان انت يكون قراراتك نهائيه؟ والله انا بالنسبه لي نقول احنا على المستوى المحلي ما رحنا الدولي. شوف اللي 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 يفقه شغله من الالف للياء يصير الموضوع سهل ترى بالنسبه له. اكيد بالممارسه انت راح تطور من نفسك، يعني كحكم اول بطوله تقعد تحكم مو نفس الثانيه والثالثه والرابعه، يعني صار الموضوع، انا اكون صريح وياك، يمكن انا اول بطولتين كان الموضوع بالنسبه لي في رهبه. ليش الرهبه هذه تيك؟ يعني على قولتهم لان في جرس يرن صوت ضمير، عرفت ان انت ما تبي تظلم اللاعب هذا، يعني ما تبي تعطيه شيء ما يستحقه، عرفت؟ وهم مو اثنين اللي بيصعدون على المسرح في بطولات تتجاوز ال 30 عده اوزان، وغير من تجيب كل وزن هم كل وزن تحكي فيه لاعب او 30 واكثر. يعني في بطوله البطوله اللي فاتت اللي صارت بارض كلاسيك اسبانيا بمدريد 2013 شهر 10 اللي فات، واحد من الاوزان وصل 58 لاعب، فانت 58 بتطلع منهم 15 وبعدين بخمسه، وكله عندك وقت محدود فيه. صحيح. فانت شلون تكون انت نبيه ودقيق وسريع ونتائجك صح؟ ما تظلم قدر الامكان، ما تظلم. مو الظلم شنو؟ الظلم انت عط نتيجه صحيحه انت تكون حقاني، مساله انك انت ترضي الكل هذا شيء صعب. يمكن ما صعب انك انت ترضي، مستحيل. هذا على المستوى قلنا الداخلي اللي هو المحلي. على المستوى الخارجي شنو البطولات اللي انت شاركت فيها؟ من بعد الالعاب العربيه 2011 صارت عندنا اسيا 2012 باوزبكستان تحكمت فيها. 2012 اسيا، بعد اسيا 2012 طافت صارت عندنا بطوله بالكويت مستر اولمبيا 2012 كان شهر 11 اخر 11 2012 حكم فيها بالكويت. بدايه 2013 جتني دعوه من الاتحاد العماني، فكان عندهم بطوله لاختيار المنتخب شهر 3 كانت حكمت فيها. 2013 هم اسيا كازاخستان، وحكمت ارض كلاسيك اللي فاتت باسبانيا هم 2013 شهر 10، وحكمت وراها اولمبيا اللي صارت عفوا قبلها بطوله العرب بالفجيره، وبعدها اولمبيا البحرين اخر بطوله كانت. كان يعني محمد احنا نشوف الحين التحكيم وصلنا طبعا خل المحليه، محليا احنا قاعدين نشوف يمكن الشباب ما شفنا العنصر النسائي، بس الحين انت في طبعا لما تروح التحكيم الدولي في مشاركات نسائيه في اوزان وفي بطولات مختلفه في فئات عندهم، يعني انت شلون تشوف هل هناك صعوبه بين تحكيم طبعا هو شوف تحكيم الشباب والبنات؟ هو تحكيم البنات في فئات، فئه بودي بيلدينج، فئه البودي فتنس اللي كانوا يسمونها قبل الفيجر، فئه الفتنس، في فئه لهم بكيني شو. الفئات هذه شوف الثلاث فئات تفرق. البادي بيلدينج للحريم كانك قاعد تشوف رجال، يعني تقيمه كما تقيم اللاعب. صح. اللاعب او اللاعب تقييمهم واحد راح يكون، عرفت؟ نفس يعني نفس النظره راح تكون لهم. باقي الفئات لا، لهم نظره ثانيه مختلفه، عشان في بعض الحكام يعني تلاقي ممكن انت سنوات يقعد يحكم بس ترى ما يحكم حق بنات، يعني ما عنده القدره، مو عارف يميز. بس طبعا هناك صعوبه، انا يعني اشوف اكيد يعني البنيه عضلاتها تختلف عن الرجل، شيء يعني طبيعي، كان بضخامه العضله، ضخامه العضله، تقسيم الجسم، الشكل، شلون تميز ان انت اوكي ممكن احنا نقول ان مثلا الجسم الريال هذا بنظره التحكيميه ان الجسم هذا متناسق جميل، السيمتري ماله او جيناته جميله كعضلات جميله، شلون تميز الشيء هذا للبنت؟ اما دار ما بقاطعك، الحديث ممتع، ما خلصنا هذه النقطه عزيز. راح نطلع فاصل ونرجع نكمل على نفس النقطه إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع وياكم. رجعنا معك مشاهدينا مع ضيفنا الكابتن طبعا الحكم الدولي محمد اشكناني، رحب فيك معنا مره ثانيه محمد. محمد بنكمل موضوعنا، بس احنا وقفنا عند نقطه اللي هي المشاركه النسائيه بالخارج وطبعا صعوبتها ما بين احنا نقول تفصيل العضله ما بين الرجل والمراه، هناك فرق كبير بالعضلات، فنكمل النقطه. قلت لك انا في فرق يصير بين الجينات النسائيه والجينات الرجاليه، يعني انت بالبودي بيلدينج راح ني، يعني احنا يعني انا حتى فئه البادي بيلدينج للنساء هذه ما احبذها، يعني شيء على قولتهم شيء وايد اوفر راح يدش بالبشاعه. صح. يعني خارج
خارج المنطق، خارج خليقة البنت نفسها والمرأة نفسها، عرفت أنها تكون فيها عضلات بارزة بشكل شوية مخيف. بغض النظر احنا هم نحكم خلاص، يعني هذا صار شغلنا فراح نحكم. قلت لك للبنات النظرة راح تصير نظرتك كأنها رجل اللي تشارك البودي بيلدينج. الفئات الثانية لا تفرق، يعني انت لازم تصير عندك نظرة شلون تميز مثلا فئة الفتنس انه ما يكون فيها عضل. نفس الفتنس اللي عندنا بالكويت ولا الحين خلت اتكلم على الدولي بعدين على المحلي، لان في عندنا احنا جامبي راح نتكلم فيهم موضوع الفتنس هذا. فتنس الكويت على قصة خل فتنس الكويت على جنب نرجع له، بس خلنا نشوف الحين الدولي. الفتنس الدولي حتى يعني كرجال، فيه رجال وبنات، الفتنس الدولي ايش يصير؟ يصير الفتنس يعني ما يصير عرض للعضلات كثر ما هو عرض للشيء بالجسم، يعني لنحت الجسم، لنحت الجسم تفاصيله. يعني تلاقي مثلا ياخذ 3-4 اوضاع كوارترز، هذا الفتنس كمسمى، ويؤدي حركات كروبات داخل على المسرح وشقلبات كعرض يعني، وعرض يكون افضل عرض افضل. أيوة. شو التقييم لنا ترى بالاساس يعني 70% يكون على العرض اللي هو قاعد يعرضه، صح. بعدين تطالع شكل جسمه منه الاجمل يكون ياخذ الدرجه الافضل، عرفت؟ يعني تنجمع الدرجات الثنتين بين عرضه وبين شكل جسمه. هذا بالنسبه للفتنس الدولي. الفتنس الدولي انا الفتنس الفئه أنا. اللي بعدها اللي تصير اللي هي اللي كان يسمونها قبل الفيجر، الحين صارت البادي فتنس. بادي فتنس انه هم يكون في عضل لكن مش بالشكل الاوفر اللي احنا نشوفه ابطال مثلا كمال الاجسام. صحيح. في عضل بس جسمه مرتب متناسق من فوق لتحت، يعني من ذراعاته من اطرافه، من اطراف ريله لاطراف جسمه العليا، حتى يعني شعره كله، يعني كله حتى متناسق. كشكل كوقفه متناسق. اللي في ناس مثلا مو راضيه تستوعبه ان انا مو بكيفي اصير بطل كمال اجسام، انا مو بكيفي اكون بطل فتنس او بطل بادي فتنس او بطل فيزيك اللي الفئه بعد فئه بعد البادي فتنس، تشوف جماليه الجسم. هذا شيء رباني، جين، يمكن جيناته جينات تختلف من شخص لشخص. اي نعم، هو قاعد يطورها بالتمرين، قاعد يطورها بالتغذيه، قاعد يطورها باسلوب حياه، امنا بالله. لكن هو بالاساس الله معطيه عضلات جميله، صح. هو شلون ينحتها ويصيغها بالشكل هذا اللي انت تشوفه. مثل ما بالبدايه قلنا هي يعني رياضه كمال الاجسام، رياضه نحت، يمكن رسم نشوفه، صح. شخص يتعب على نفسه. والدليل ان ساعات تشوف مثلا واحد عضلاته كبيره ومتناسقه بس ما فيها الجماليه، ما في جماليه، صح. تشوف واحد يمكن عضلاته اقل ابسط، بس انت تطالع تقول اجمل. يعني تخيل، يعني عفوا مع احترامي، يمكن الشخص اللي قدامي يكون مثلا ما له فقه او ما له معرفه باللعبه، بس ساعات يشوف يقول لك لا والله هذا اجمل، صح. عرفت؟ هني ترجع اللعبه. ليش اقول لك انا كتحكيم؟ هي ترجع بالاساس على العين، انت اللي تميزه بعينك. مساله ان واحد يشوف البشع جميل، ما هو ترى يعني انا ما قريب لعين، يعني ما اقدر اجر لعين اقول له شوف عدل. هذه كلها ادوار، تلقى واحد يحب لك شخص يمكن عضلاته في اساسيات مثل، بس في اساسيات انت، صح. انت الذوق بالنهايه، لكن انت اساسيات التحكيم، يعني في مثلا في مواصفات معينه لجماليه الجسم، صح. مثلا يعني من الخصر، من الخصر، من الاطراف الجسم، الوقفات، عضلات ما تكون مثلا عضلات ما تكون مشوهه، عضلات ما تكون مو متناسقه، مثلا تلاقي ذراع كبير، صدر صغير، كتف صغير، عرفت؟ يعني فيه تركيبه كامله على بعض، انت شلون تميزها وتصيغها وتعطي نتيجه في خلال اقل من 3 دقائق من 60 لاعب. زين، بعد الحين ما دشينا احنا على الدولي، خلينا نرجع على المحلي نتكلم على الفتنس او نقول الفئات بالكويت. الفئات بالكويت هي صارت استحدثت يمكن من كذا سنه، اللي قام يسمونها فتنس او بودي ستايل، عرفت؟ نبي الفتنس هي نفسها، يغيرون المسميات، عرفت؟ واحنا نسويها ونغير المسميات. هي زينه ومو زينه. زين، انا قاعد تحرك الشباب، يعني ما قاعد تحرم فئه اللاعبين اللي ما قاعد يشاركون بطولات البادي بيلدينج، عرفت؟ يقول لك انا احب اللعبه بس ما اقدر اشارك بادي بيلدينج، عندي اصابه بالرجل، عندي ديسك مثلا لا سمح الله. ما ابي اقاطعك، بس انا اللي بساله سؤالي كان الفتنس اللي نشوفه بالكويت، هل فتنس. هو فتنس؟ لا مو فتنس. انت جاوبني قبل لا اقول لك. انا قاعد اقول لك هذا شنو نسميه؟ هذا بادي بيلدينج بس خاش نص جسمه. يعني لاي سبب من الاسباب؟ بادي بيلدينج لنص جسمه. اي، لاي سبب من الاسباب؟ هذه عضلات بادي بيلدينج، لان حتى الفتنس والفيزيك والبادي ستايل، عفوا البادي فتنس، انت قاعد تحكي بطولات دوليه، ترى ما تشوف فيه الصلابه بالعضله هذه والعروق والنشافه، مو بالشكل هذا. اعتقد ان انا شفت يعني الفتنس اللي نشوفه، طبعا احنا برا بدول برا نشوف العضله والذراع والصدر، تحس عضله جماليه صغيره، تحس انها ناتشرال وشيء مرتب وصيف، صح. ايه؟ ومنسق، وتشوف العضلات صغيره، ما يكون بالصلابه هذه والحجم هذا. نشوفه هنا عندنا ما شاء الله عضله المعده من هني لهني. احنا ليش؟ انا خليني اقول لك شغله، شوف عضله ايش كبر. خليني اقول لك شغله، انت حتى مثلا لما تشارك ببطولات برا، بين احنا يعني بين البادي فتنس والبادي بيلدينج شعره، خصوصا حق البنات، صح. ليش؟ لان البنت ما راح تاخذ ثرب بالحجم الكبير، ما تاخذ سايز،
احنا شعاره بين البادي فتنس والبادي بيلدينج، ترى هذه معضله وهذه معضله صح، بس بينهم شعاره. شعاره شنو؟ ان العضله تكون سنه انشف وشويه اكبر. تعال افرز وانت قاعد طالع، يعني ساعات تصعد لك واحده مثلا من اللاعبات تعطيها اوت، لان هي مو فئتها هذه خلاص، وهي تدري مو فئتها بس تبي تشارك، تبي تشارك راح تطلع اوت، مع انها تكون افضل منهم كلهم بس هي مو فئتك. صحيح. خلنا نطلع الحين من مجال الفئات، وتكلمنا يمكن فئات وانواع الفئات اللي هي بالمشاركات في البطولات. خلنا نتكلم شوي عن، نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو التحكيم اللي كنا قاعدين نتكلم فيه. نبي نتكلم عن شروط حصول على الكرت الدولي او التحكيم. هل هناك شروط او معايير، شروط صعبه ان الشخص اللي بيصير حكم، هل هناك شروط صعبه ان ممكن ياخذ الكرت هذا؟ هي شروط انك تجتاز الاختبار. بس شلون تجتاز الاختبار؟ هني هني المساله كلها. شنو الشروط اللي لازم لأن الاختبار الحكم؟ لان الاختبار مو سين وجيم. ايه الاختبار انك انت تقعد يعني تقعد تتحكم، انت تقعد ورا الحكام متحكم. بعد ما تخلص البطوله رئيس لجنه الحكام والناس المختصين ياخذون الورقه منك، يقررون نتيجتك مع نتائج الحكام الموجودين، نتائج الحكام اللي اقدم منك ولهم خبره. ايه؟ عرفت؟ هني يقارنونك، هني تنجح او ما تنجح. يعني فضل من رب العالمين، يوم استلمت الكرت الدولي يعني اوجهته حق رئيس الاتحاد العربي سعد عادل فهيم دكتور، اخذ رئيس لجنه الحكام الدوليه الاي اف بي بي، فقال له يعني قال له تذكر ولدنا مثلا محمد اشكناني من الكويت وكذا، وهذا اللي اختبر، فيا ياخذ كرته لان تداز له ايميل انه هو نجح وكذا وهذا اجتاز الاختبار. فقال له شلون انسى ورقته؟ قال لي يعني انت وايد ورقتك كانت مميزه. فضل من رب العالمين اذا انا ورقتي مميزه بين 15 حكم قاعد يختبرون بطوله العالم، فهذا انا بالنسبه لي يعني شيء لي انا انجاز انا افتخر فيه لنفسي الحمد لله. فضل من رب العالمين. الشغله هي تعتمد قلت لك انا على التمييز، على النظر، على شلون انك انت تعرف اساسيات الجسم الجميل وشلون تركب عليها الامور هذه، وشلون تطالع وتسحب اللاعب وتعطيه المركز اللي هو يستحقه قدر الامكان. العادل رب العالمين بدون ما تظلمه. العادل رب العالمين. صحيح. الانسان مهما وصل للعدل ما راح يعدل. صحيح. العادل رب العالمين، لكن انت قدر الامكان تكون قليل الاخطاء. صحيح. يعني تبعد عن ان انت تظلم شخص، لان كلهم لاعبين، كلهم تعبانين، كلهم صاعدين على المسرح، دايت، رجيم، فلوس، تعبان نفسه وقاطع ومسافر. اول شيء يمكن الحكم احسن، يمكن نقول الميزه او الشغله يمكن اللي تميزه عينه، الرؤيه مثل ما تكلمنا في البدايه، انه يكون عنده مميز في نظره. انا ما ابي اقول لك اذا هو ما يشوف عدل، يعني ما يشوف الجماليه من القبح، لا، انا قاعد اقول لك اذا نظره مو عدل لا يقعد يحكم. ما راح يقيم. لا. صح. لا يقعد يحكم، لانه ما راح يشوف. انت الطاوله لو تبعدها شوي، طاوله التحكيم تبعدها شوي، ما راح تشوف اللي احنا نشوفه. صحيح. الحين راح نطلع فاصل محمد، راح نرجع نكمل، راح نتكلم عن لجنة التحكيمية وكم يمكن عدد الحكام اللي يكونون يشاركون في التحكيم. بالضبط. مشاهدينا فاصل ونرجع وياكم نكمل باقي الحلقة مع ضيفنا الكابتن محمد اشكناني. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا محمد اشكناني. محمد، عندنا طبعا تكلمنا قبل أن نطلع الفاصل السادة المشاهدين، قلنا بالعادة كم حكم يكون موجود داخل اللي هو بلجنة التحكيم، وشنو الفرق بين التحكيم السري والتحكيم العلني؟ بالنسبة حق الحكام، عادة البطولات الدولية دائما الحكام يأخذون الأرقام الفردية، بس أقل عدد كبطولة دولية يقعدون 5 حكام. هذه قليلة تصير، لأن بأكثر البطولات الدولية تلاقي في حكام وايد، فأكبر عدد 11، أقل عدد 5. غالبا اللي يصير بين 11 و9، يعني في حاله نقص الحكام انه يقعدون 7 مثلا او 5، هذا قليل. احنا مثلا بالبطولات المحليه نقعد بين 3 و5، قليل ان احنا نقعد 7 بحكم الحكام متواجدين او الناس مثلا نستدعيهم من برا انه يحكمون البطولات. هل هو له شغل بالعدد المشاركين ولا ما له شغل بعدد المشاركين؟ ايه؟ لازم العدد يكون فردي. ايه؟ لانه لازم رايين يغلبون راي، لان الامور هذه تختص بشنو؟ ما تختص بس براي الحكم، لانه قاعد تجمع النتائج بالاحصاء تعطيك ارقام معينه، الارقام معينه هذه تفرزها تعطيك مركز معين. صحيح. عرفت؟ ف تحتاج العدد الفردي، وهل العدد هذا على اساس تلحق تصير في اراء كبيره خصوصا في البطولات الدوليه. بالنسبه حق السري والعلني، مفروض يصير في سري وعلني، وهذا شيء اساسي في البطولات الدوليه، لان قلت لك انا ما تقدر تخلي الجمهور يطالع مثلا 300 لاعب بلس وتي وتصفيهم وتريهم، تقعد تاخذك 5-6 ساعات، يعني مو شيء سهل. فنسوي السري
أساس تصفي وتعطي النخبة اللي هم التوب 6 أو التوب 5 بيوم ثاني أو بنفس اليوم بالليل على حسب نظام البطولة. يعني غالبا يصير صبح وليل أو مثلا اليوم وثاني يوم. في ناس تتأذى مثلا إذا البطولة اليوم مباشر، في ناس تتأذى إذا اليوم كلها البطولة واحدة. هذا التحكيم السري يكون على يومين أو ثلاثة؟ لا لا، السري يعني؟ السري هو له فترة واحدة، يوم واحد، يوم واحد فترة واحدة، يا الصبح مثلا وغالبا تكون صبح ساعات تصير مثلا فترة العصر وباشر العصر يبلش العلني، على حسب سيستم البطولة، على حسب الدولة المستضيفة، التوقيت، عرفت؟ يعني يراعون وايد أمور بهالشغلة هذه. ما في أحد يميز. يعني أنا بالنسبة لي أحب أخلص البطولة بيوم واحد، بس في بعض البطولات ما تقدر تخلص بيوم واحد. يعني أرض كلاسيك إسبانيا 4 أيام، يوم كامل من الساعة 9 الصبح، من 9 الصبح ل 11 بالليل الميزان. أنا كنت موجود بالميزان، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني اللجنة اختارتني إني أكون بميزان، ماسك ميزان بطولة أرند كلاسيك. يعني هذا شيء الحمد لله شيء كبير. صارت بيوم كامل ميزان وثلاث أيام البطولة، من الصبح تخلص الساعة 4 العصر، ما تقدر، عرفت؟ ما تقدر تخلصها بيوم واحد لأن فئات كبيرة، فمضطر انك انت تجزئها. عدد المشاركين يكون كبير، فيحتاج منكم ان انتم تقسمونها على ايام. اي نعم صح. زين محمد، خلينا نتكلم عن بطوله مستر اولمبيا. يقولون ان انت كنت مسؤول عن النتائج السلبيه في هذه البطوله، ايش رايك بهالكلام؟ ممكن احمل نفسي المسؤوليه. في ناس تكلمت وايد، ولو ما كنت متخذ القرار اللي انا اتخذته هم كان تحملت المسؤوليه، عرفت؟ يعني بكل النواحي، ما ابي اقول محمد اشكناني شماعه يعلقون عليها الطلبات والرفض والاخطاء، بس لان انا بالواجهه، انا بالصوره، انا اللي اختار، انا اللي لي الحق اني انا اقول اي او لا. طبعا بعد مراجعه اللجنه كلها اللي قاعد تختار، اخوي عبد الله العتيبي مدير المنتخب، مدربين المنتخب محمد دمرداش، احمد عسكر، رضا القبندي، اخواني الكبار، بعد ما ارجع لهم القرار النهائي لي. بس انا عاده ما احب اني انا اتفرد برايي، اخذ القرار، يعني اخذ الشورى منهم وبعدين اعطي قرار. حتى لو ان الشيء هذا يدرون فيه راح يصير محمد اشكناني هو اللي رفض، محمد اشكناني هو اللي وافق، عرفت؟ حبيت اني انا اعطي مجال لبعض اللاعبين، حقيقه ما كنت مقتنع بكذا لاعب مستوى، لان بحكم الخبره والمشاركه ببعض البطولات قمت اعرف ان اللاعب هذا راح يسوي شيء او ما يسوي، بغض النظر اني انا ما ادري منو مشارك، بس كشكل لاعب يعني وصلنا لمرحله قمنا نميز ان اللاعب هذا ينفع انه يشارك بالبطوله او ما ينفع. صحيح. زين محمد، الحين كنا نتكلم، بما ان تكلمنا عن موضوع النتائج السلبيه، وانت طبعا قلت ان انا يعني مع الشغله هذه، وان انا كنت يمكن سبب النتائج السلبيه اللي صارت في المنتخب. في عندنا لاعب علي بارون، علي اللي شارك في البطوله، محسن الله يحفظه، يقول انه هو انظلم، خذ المركز الرابع وهو ما يستحق بطولة مستر أولمبيا، خذ المركز الرابع وهو كان ما يستحق. هذا كلامه والله. شوف أنا أرجع أقول لك، هي نظرة حكام، عرفت؟ يعني علي بارون، كابتن علي بارون شارك ببطولة التوب 5 التوب 6 فيها كانوا كلهم أبطال. نعم. يعني اللي خذ المركز الأول إيريال، كابتن إيريال مدرب فلبيني عندنا بمعهد أكسجين، كان من شهر ماخذ أول أرض كلاسيك بأسبانيا بنفس الفئة. اللي خذ المركز الثاني حمد الشطي، حمد الشطي ثاني عالم، ثالث أرض كلاسيك، بطل آسيا سنتين على التوالي. اللي خذ المركز الثالث إذا ما خاب ظني سيد نصر الله، لاعب بحريني، هم لاعب بطل وثاني آسيا. علي بارون رابع، الخامس ما يحضرني اسمه، أتوقع الخامس كان هم لاعب بحريني، بدر سلطان اللاعب السادس. يعني علي بارون انا بالنسبه لي وجهه نظري، علي بارون يمكن كان يستحق لنشافته لوقفته، كان يستحق المركز الثالث، انزين مش الرابع. بس ما تقدر تقول هذا الموضوع فيه مثلا صار ظلم او عدم مصداقيه. ليش؟ لان قلت لك انا نظره حكم، رقم ينكتب على الورقه، ارقام تنجمع بين 11 حكم تنفرز تطلع بالشكل هذا. فاحنا دائما نقول بين مركز ومركز ما تعتبر ظلم كبير. الظلم اللي احنا ما نرضى فيه وحصلت من قبل ووقفنا وتكلمنا، الظلم ان انا لاعب عندي يستحق مركز اول او ثاني، انت طلع برا السته وشقها. هني تحس انه في شويه يعني على قولتهم محسوبيه، لا مصداقيه او محسوبيه وظلم. الشيء هذا احنا قاعد نوقف عنده. يعني زين محمد، عندنا الكل يتكلم عن ظلم الحكام، احنا قاعدين حق شيء وندش بشيء ويانا على الظلم اللي تكلمنا فيه البدايه. فعندنا الكل قاعد يتكلم عن ظلم الحكام والاتهامات اللي ما توقف، محمد مضبط ربعه، ومحمد ما يعطي فرصه للشباب، وهناك من يتلاعب بالنتائج، ومحمد ومحمد شنو كل محمد. فضل من رب العالمين ان كلهم ربعي، يعني كلهم اخواني، وفي منهم اخواني الكبار اعتز فيهم واحترمهم،
انا احب كل اللاعبين، انا اي لاعب يصعد المسرح احبه، لان صعدته على المسرح هذه بحد ذاتها بطوله، سواء اخذ مركز او ما اخذ، هو تجهيزه وتعبه وصعدته على المسرح هذه بحد ذاتها بطوله، احبه لان احب اللعبه، فاحب اللاعب واحترمه. مساله ان اضبط ربعي، لاعبي المنتخب كلهم ربعي بالضبط، منو بتخلي منو؟ ولاعبين واللاعبين اللي قاعد يجهزونهم، لاعبين المنتخب اللي هم قاعد يطلعون صف ثاني من المنتخب او لاعبين باقي الفئات هم ربعي. زين، وحتى لو ما كانوا ربعي، يعني قلت لك انا احنا قاعد نسافر ونحكم بطولات قاعد يلعب فيها ابطال وناس مجهزين وجميع وناس وجميع من جميع الدول، هل مثلا ما راح اعطي اللاعب الفلاني لانه مو من دولتي او راح تنحاز له؟ ما راح تقدر. احنا لازم نطلع شويه من طور اني انا انحاز وانا ما انحاز. اللي قاعد يتكلم بالشيء هذا انا على علم وعلى درايه واثق من الشيء هذا انه ما عنده ادنى فكره عن التحكيم، لان لو عنده ادنى فكره عن التحكيم انا مستعد اني انا اقعد وياه واتثقف منه واتعلم منه، وانا بيدي راح امسكه اخليه يختبر ويقعد يصير حكم وانا راح اقعد وراه. محمد، نطلع شوي من التحكيم، تكلم شنو سالفة يوم الثلاثة والمكان، موقف ما تنسى. من اللي قالك يا قالوا لي وصلني لاجي. لا هذه ما اقدر اتكلم فيها. انزين، موقف ما تنسى. موقف ما انسى، وايد مواقف. عطنا موقف واحد ما تنسى. وايد مواقف، وايد مواقف مع ربعي، وايد مواقف مع اخواني بالمنتخب. يمكن احلى المواقف اني انا لما اشوف واحد من ربعي اللي طلعنا وسافرنا وتعبنا انه يعلق ميداليه، هذه من اجمل المواقف اللي تصير. من احلى الشغلات اللي صارت لي يمكن ب 2010 كانت بطوله اكسجين، كانت بعد بطوله اسيا بكذا شهر. ربعي اخواني بالمنتخب كرموني يعني على المسرح قدام الجمهور، فيعني كان الشيء وايد يعني لا وقع على قولتهم، يعني شيء حلو تعتز فيه تفتخر فيه ان ربعك هذول كلهم اللي حواليك ما نسوا شغلك، ما نسوا تعبك، ما نسوا مجهودك. وانا ما اسميه تعب، بالعكس انا اسميه هذه يعني لما اساعد ربعي بالبطولات واني اروح وارجع، بالعكس هذا يعني شيء هذا كدعم يعني منك يمكن لهم وبشيء حلو من حبي للعب وحبي لهم يخليني اسوي شيء هذا. طبعا في عندنا اخونا وزميلنا المعد يوسف الفارسي، نعم، كتب لك الكلمات هذه وموصي اني اقول لك اياها. صار شاعر معدنا. يقول لك: المثالية بدأت بابتسامتك وكبرت في تحيتك وعظمة في لسانك الذي ما تحرك إلا بالكلام الطيب والنصائح الجميلة، وجسدت المثالية في إدارتك التي لم تنطق إلا لتشجع وتشكر. هذا كلام أخونا وزميلنا. أنا أقول الله يعطيه الصحة والعافية وما قصر. يعني انتقالك كلمات صراحة يعني هذا يمكن هذا شيء يمكن أنا يعني نبع من شيء، ينبع من ذوقه، ينبع من أخلاقه. أتمنى أني أنا أكون قد الكلام اللي هو قاعد يقوله، أتمنى أني أنا أكون بالشكل هذا، أتمنى أني أنا أكون عند حسن ظن الكل، أتمنى أني أنا أكون الأفضل دائما، على أساس أن كل واحد فينا لما يكون الأفضل راح يخدم نفسه ويخدم ربعه ويخدم المجتمع اللي هو قاعد يشتغل فيه بأي مكان، راح يخدمه بصورة جميلة. صحيح. طبعا عندنا مفاجأة لك، نتمنى أنها تعجبك. طبعا مفاجأتنا لك هذا الدرع الحلو من إهداء من برنامج أجسام، هديناك هذا الدرع. طبعا هذا أقل شيء ممكن نقدمه حق يمكن يعني كابتن مثلك في حكم دولي وأصغر حكم يمكن بالكويت يمثل دولة الكويت قبل كل شيء. تسلمون، ما قصرتوا والله، يعطيكم الصحة والعافية. يعني ما أدري، أنا قلت لكم يعني إن كافي وقفتكم وكافي برنامجكم وكافي إن أنتوا قاعد تهتمون وتغطون اللعبه هذه بكل، يعني الناس ما قاعد تغطيها، هذا اكبر تكريم لنا يعني. الله يسلمك، الله يعطيكم الصحه والعافيه. في عندنا لك ايضا مفاجاه ثانيه مقدمه من شركه زوم اوبتكس للنظارات، ايضا تقدم لك هديه. الله يعطيك الصحه والعافيه. طبعا وصلنا حق ختام برنامجنا، استمتعنا بالحديث وياك، اللقاء وياك كان جدا ممتع. الله يحفظكم. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم. طبعا قبل الختام نشكر شركه اوبتكس زوم للنظارات لي طبعا دعمهم لنا في هذا البرنامج. نتمنى ان نشوفكم في حلقه جديده.